تنضم لنا من دافوس سارة الخضيري مديرة المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية. سارة أهلا بك معنا، نحاول معك أن نتعرف على أبرز الأعمال والمشاركات التي تقدمونها اليوم في دافوس، تفضلي. أهلا ريم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، تفضلي. سمعتيني سارة أو أعيد سؤال؟ عفوا ريم، نتحدث فقط عن المشاركة، نتحدث عن أنكم تقومون اليوم أو تقدمون اليوم مجموعة من الفعاليات وتشاركون بأعمال خاصة ومهمة كذلك في إطار هذه الجمعية، نحاول أن نفهمها أكثر معك في دافوس بالتحديد في هذه المرحلة. اهلا، هذا الاسبوع في المنتدى العالمي الاقتصادي مؤسسة مسك تشارك في عدة مناسبات. عندنا جناح الرئيسي اللي هو منارة مسك، زي ما ذكرتي منارة مسك هي بيت الشباب في دافوس، الهدف الرئيسي منها هو توصيل صوت الشباب لقادة العالم، فنقيم جلسات حوارية وورش عمل نجمع فيها بين الشباب وبين قادة العالم من القطاع الخاص والقطاع العام، يتحدثون فيها عن عدة محاور منها المواطنة العالمية، ريادة الأعمال، مهارات المستقبلية، والهدف هو أن نبين دور الشباب كعامل أساسي في اتخاذ القرارات اللي تخصهم. إلى أي مدى هي مهمة مشاركتكم سارة في دافوس لهذه السنة؟ أهمية المشاركة هي من أهمية دور الشباب. احنا هدفنا هذه السنة ثالث سنة لنا كمؤسسة مسك نشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي ونوصل فيه صوت الشباب، لأنه صوت الشباب مهم أنه يكون جزء من كل الديسكشنز اللي قاعدة تصير في دافوس، لأن هذه الديسكشنز هي اللي تؤدي إلى القرارات اللي تأخذ أثر كبير على حياتهم. نعم، يعني غير هذه المحادثات التي تفضلت بالإشارة لها، وجود رجال مال وأعمال، وجود زعماء حاضرين في دافوس، إلى أي مدى كذلك يمكن أن يؤثر في فعالياتكم ويؤثر كذلك على أعمالكم بالداخل السعودي؟ جزء كبير من فعالياتنا هو أن احنا ناخذ انسايتس من رجال الأعمال مع انسايتس من الشباب. في جلسة حتكون جلسة يعني أول جلسة تعتبر أنه الشباب والقادة العالميين يقعدون في طاولة واحدة، يكون في عصف ذهني بينهم يطلعون فيه بمبادرات وحلول تخص الشباب. هذه السنة بداية الديكيد اوف اكشن، فإحنا قاعدين ننظر للمشاكل اللي يواجهونها الشباب ونطلع بحلول في إطار السستينبل ديفلوبمنت جولز. أنتم سارة في جمعية مسك وهي جمعية خيرية كما نعلم كلنا، لكن لديكم كذلك مشاركات أخرى في تحفيز الشباب على العمل في إنجاز مشاريعه ربما، هل مثل هكذا منتديات يمكن أن تكون مؤثرة فيكم أو يعني تأتي بالجديد فيما يخص تفعيل آلية لفعلا تمكين هؤلاء الشباب من تحقيق طموحاتهم؟ هو هدفنا الأساسي تمكين الشباب، وزي ما ذكرتي عندنا عدة مبادرات ومن أهمها مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال، فعن طريق هذه المبادرة قدرنا نمكن 100,000 ريادي وريادية أعمال حوالين العالم أنهم يطورون من الستارت أبس وشركاتهم الناشئة. قدرنا نوصل لأكثر من 187 دولة، ومن خلال هذه المبادرة الشباب اللي وشابات اللي هم جزء من هذا الكوميونتي اللي طلع من الانتربرنورشيب وورلد كاب قدروا يطورون ويحسنون من شركاتهم، وبنفس الوقت وصلوا إلى مستثمرين إلى منتورز والكوميونتي يساعدهم أنهم يطورون. نعم، موافقة سارة، وشكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من دافوس سارة الخضيري مديرة المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية، شكرا جزيلا لك.